السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا أن تكونوا في أحسن حال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. حياكم الله أحبابي وإخواني في كل مكان. اشتقنا إلى أسمائكم وإلى وجوهكم، واشتقنا إلى لقائكم، وما حبسنا عنكم إلا العذر. أشياء كثيرة حالت بيننا وبين تواجدنا على منصة التواصل الاجتماعي، وسوف نبين تفاصيل عما قريب بإذن الله جل وعلا، منها ما هو خاص ومنها ما هو عام. لكن أحببت فقط في هذه الإطلالة السريعة أن ألقي السلام على وجوهكم وعلى محياكم وعلى أسمائكم ونفوسكم الطيبة، وأسأل الله جل وعلا أن يقرب منا الخير والأخيار، وأن يصرف عنا وعنكم الشر والأشرار، ونعوذ بالله من النفاق، ونعوذ بالله من رفقة السوء وصحبة السوء وجار السوء في الدار المقامة. اللهم آمين آمين. في عالم الرقية أشياء كثيرة تقع يشعر بها اثنان فقط بشكل قوي جدا: المريض المبتلى. وحينما نقول المريض المبتلى، إذا كانت عنده رفقة صالحة، صحبة طيبة، أقارب قد يعيشون معه شيء من معاناته، لا أقول كل المعاناة أبدا، يشعرون شيء من المعاناة، والمعالج الذي يعيش معه الحالة من أولها إلى عمقها، ركز معي، من أولها ضبابية، غشاء، غلاف، حالة مبهمة، لكن معاناة يعيشها المريض أو يعيشها الإنسان كان رجل امرأة، فحينما يتعمق فيها المعالج يبدأ يعيش معها الهموم والأحزان، فيستشعر ما يعيشه ذاك المبتلى، ذاك الرجل أو المرأة. وفي عالم الرقية أشياء لا تخطر على بال، لا يمكن يحصرها كتاب أبدا، تختلف من إنسان لإنسان، أشياء خيالية، خرافية، غير منطقية، غير معقولة، ميتافيزيقي، أشياء لا يمكن لك أن يعني تجعل لها ناموس وقانون منضبط يبدأ هنا وينتهي هنا أبدا. ولكن الكيس والفطن في عالم الرقية بما أوتي من علم وفهم يبدأ يعطي لكل حالة ما يوافقها ويناسبها بتوفيق الله جل وعلا، حتى يصنع لها دواء في صيدليته، في مختبره، في مركزه، في مركز قراره، بعلمه وفهمه، وإلا غاب العلاج. خذ قاعدة عندي، خذها بإذن الله جل وعلا. أصب لكم قصة يسيرة. زارتني أخت، هذه أخت زارتني أظن من أمريكا، من أمريكا، تعاني معاناة عظيمة جدا لا تخطر على بال. هذه المعاناة يكفي أن تعلم أن جعلتها في غربة في أمريكا، تعيش الويلات والهموم والأحزان مع زوج تعيش معه القسوة والذلة والاحتقار والحرمان، صابرة، تقول أن يكون لي زوج خير من أن يكون لي زوجي، أني سبق وانطلقت بأشياء لا تخطر على بال، عشت الويلات والصعاب وعشت الغصة وعشت العذاب. القصة موجودة عندي، سأضعها عليكم، أضعها عندكم وتسمعون ماذا كانت تحكي وتبكي. شاهد عندي القصة ما هي، كيف نستل الخيط من التشخيص. وهذه قصة أراها ستكون غريبة، لكن عالم الجن هو هذا، كله عجب وغرابة، ولا عجب ولا غرابة في عالم الجن. تقول هذه الأخت: أمي،
نحن من أصل مدينة الرباط في منطقة العكاري، وأمي كانت في طريقها رأت جزارا يرمي كلبا يطرده ويبعده عن مكان المحل التجاري، محل السلعة واللحم. رق قلبها لذاك الكلب لذاك الموقف، مدت الجزار بدراهم وقالت له بمال، وقالت له أعطيه شيئا من اللحم، دفعت مقابله فأعطاها ذاك اللحم ومدته للكلب، وبالتالي أصبح الجزار في أمان، والكلب يعني أخذ يعني ما كان يريد من أكل. قصة عادي، موقف عادي، شيء سبق ويحسن مع كلب. بعد يومين أو ثلاث تصرع الأم في البيت، فينطق على لسانها شيطان، يقول أنا شيطان لست مؤمن، بل أنا شيطانة لست مؤمنة، أنا امرأة وأنا صاحبة الجزار، أنا الكلب الذي كان عند الجزار، أنا شيطانة تشكلت في شكل كلب كان يؤذيني الجوع، وهذه المرأة ساعدتني وأعطتني نصيبا من اللحم ومدت الدراهم، وعشت الموقف ورأيت ورق قلبي له وعني كافرة، والتمست وعرفت عنوانها وجئت إليها حتى أساعدها. قالت لهم اذهبوا إلى مكان المجاري للحمام أعزكم الله، فوجدوا سحر مخيئ مع معلق، كلما خرج بول أو نجزة أعزكم الله أو غائط يلمس ذاك السحر المخيط المعلق بالداخل فيبقى نجس ويبقى يتجدد مع كل بول وغائط في البيت. خبث. قالت لهم مدفون عند الباب حفر وجدوه كذلك. الأخت كان جبهتها سوداء، قالت ذهبت في أمريكا ولا علاج، إضافة إلى الأمراض الكثيرة جدا. إفادات، يعني سنستفيد أشياء كثيرة جدا من هذه القصة. وقالت سمت نفسها مؤمنة وأسلمت لله وخرجت من البدن، ودلتها على الرقية، وجاءت الأخت فبدأنا نكتشف أسرار سندلكم عليها إن شاء الله تعالى على القناة وعلى الحساب بإذن الله جل وعلا، وكيف نطق الشيطان وقال فضحتنا المؤمنة سنين ونحن بالسلالة والموروث والقديم والتعذيب والطلاق والذلة والاحتقار عليه وعلى كل أخواته وعلى الأم، وجاءت المؤمنة فكشفت سرنا، إنها الصدقة، إنه الإحسان إلى كل ذي في كل ذي كبد نظرة أجر، إنه لين القلب سلامة الصدر. أشياء كثيرة، لكن كيف أخذنا موقف المؤمنة، موقف ما حصل صنعنا منه قالبا في الرقية، فطلع الشيطان فكشفت أحوال، وشت أحوال خطيرة جدا لا علاقة بالسلول الموروث والزهرية والقديم والمرصود والنجاسة. أريد أن يتخرج رقى أكفاء، لأن العالم في حاجة إلى رقى، لكن ليس راق كباقي الرقى. أريد منك أيها الغيور أن تكون رقما صعبا، وأن تكون سهما قويا، وأن تكون بإذن الله صاحب فهم، حتى إن شاء الله تعالى ينفع الله بك القاصي والداني والقريب والبعيد. هذا ما نصب إليه ونسعى إليه بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.